كابتن احمد، عرفنا كده. الناس بتبقى عارفه السي في بتاع كابتن احمد عيد سواء كلاعب او كمدرب الانديه اللي دربها طبعا، تمام. ولكن الرخص تدريبيا حتى العالم كله بقى حاليا بيتكلم عن النقطه دي. فانت تمام. اخدت رخص ايه، دورات ايه تدريبيه كسي في للناس بقى اللي ما تعرفش حضرتك عملت ايه من سماعة الاعتزال؟ هي مفاجأة طبعا للناس كلها اللي انا ما اشتغلتش، بشتغل طبعا من غير رخص حاليا خالص. احنا ما خدناش رخص لان الاتحاد الافريقي وقف الرخص في 2016 لحد الان. احنا في المفروض رخصه اسمها المسار السريع، ديت بالنسبه للاعيبه الدوليين اللي هم انا يعني اعتزلت 2019، الرخص واقفه في مصر من 2016. فاحنا في بعض المجموعه الدوليين خدوا دورات بره مصر، لكن اللي داخل مصر او في افريقيا محدش خدها لحد الان من اللي هم بطلوا بعد 2016. و16 منهم مثلا اللي معايا في السيد معوض، جده عصام الحضري خدها من بره مصر برضو، نفس الكلام في امير عبد الحميد يعني عبد السلام نجاح. كل المجموعه دي كلها احنا على الجروب بتاع الاتحاد الافريقي حاليا، مستنين بقى ان حوالي 5 شهور هناخد اللي هي المسار السريع ديت السي والبي مع بعض. المفروض اللي هي بناخدها عشان احنا كلعيبه دوليه ولعبنا يبقى ليكوا افضليه. لينا افضليه، وكمان انت الرخصه موقوفه من بدري جدا، انت فاحنا مش بايديك. لحد دلوقتي مش بايدينا. كان جات لي فرصه ان انا اطلع دورات خارج مصر، بس للاسف كان عندي شغل وما كانش ينفع اسيب الفرقه في وسط السيزون شغال، وما قدرتش اطلع. لكن الفتره الجايه ان شاء الله يعني ممكن خلال الاسبوع الجاي او اللي بعده نزلنا يعني اطلع اخد الاسيويه، الدوره الاسيويه.